وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لكن من قبل ما نوصل معانا مقالنا لليوم للكاتب فهد الأحمدي: لا تفكر بالنجاح بل بخلق عادة ناجحة. قبل 22 عاماً تعلمت درساً مهماً في صناعة النجاح، ففي ذلك الوقت قررت مراسلة الصحف السعودية والمجلات العربية على أمل الكتابة في إحداهن، وكي أثير إعجاب رؤساء التحرير قررت أولاً كتابة 20 مقالة مميزاً أقدمها في ملف واحد. ومن يومها أدركت أن النجاح لا يتعلق بالكمية بقدر ما يتعلق بالاستمرارية، لا يتعلق بالمجهود الضخم والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بخلق عادة يومية سهلة تستمر معنا طوال العمر. القضية باختصار أن الإنجاز الناجح لا يتطلب التفكير بالحجم أو الهدف النهائي، بل إن مجرد التفكير بهما وكيفية تعلم 7 لغات أو كتابة 7920 مقالا يسبب الإحباط وينتهي الفشل قبل البدء بالعمل. الإنجاز الناجح ببساطة يتطلب خلق عادة يومية ناجحة تنتهي بمراكمة النتائج وتحقيق هدف أكبر وأعظم مما توقعت أصلا. هل ترغب باختصار المقال ب6 كلمات فقط؟ قليل دائم خير من كثير متقطع. النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء، والناجح هو من يستطيع رؤية ما هو أبعد من أن يراه الآخرون. تعود على العادات الحسنة وهي سوف تصنعه، ومن يجرؤ على الفشل هو من يصل إلى النجاح. في النهاية تذكر، ليس المهم هو نجاحك، لكن الأهم قيمتك بعد النجاح. اجعل اهتمامك بالفرصة التي تنتزعها وليس بالفرصة التي تمنح لك. وأخيرا، نجاحك وسعادتك تكمن فيك، وإن لم تجد طريق للنجاح فحاول أن تبتكره. دمتم بحب.